في حلقة قبل كده اتكلمنا عن الأفلام اللي أنتجتها السينما المصرية عن نكبة حرب عام 48 والقضية الفلسطينية. النهاردة بنكمل كلامنا عن حلقة مهمة من الصراع العربي الإسرائيلي، حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وما بعدها. هل نالت الفترة دي حقها من الرصد والتوثيق من صناع السينما؟ وإيه هي أهم الأفلام اللي تم إنتاجها؟ خليكم معنا. أقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. كانت لنكسة يونيو عام 67 أثر كبير في عديد من المجالات في مصر، منها صناعة السينما. ورغم محاولات تشجيع الإنتاج السينمائي في الوقت ده، ولكن طبعا المناخ ما كانش مشجع لإنتاج أفلام حربية بالمرة. في الظروف الشائكة دي بقى قدم المخرج علي عبد الخالق أول أفلامه أغنية على الممر عام 71، واللي بيحكي عن كتيبة مصرية كانت بتحمي أحد الممرات في سيناء. اتقطع الاتصال بينها وبين القاعدة فما جالهاش الأمر بالانسحاب لغاية ما حاصرهم العدو الإسرائيلي وفضل يمارس عليهم أسوأ أشكال الحرب النفسية. ورغم كده رفض الجنود الاستسلام وقرروا المواجهة لآخر طلقة معاهم. اسمع كل أفراد الموقع، كل المواقع جت لها أوامر بالانسحاب للخط الثاني. وجودكم على الممر ملوش لازمة، قواتكم انسحبت للخط الثاني. احنا مش عاوزينكم تموتوا، احنا هنهاجم الممر وراح ننسف الموقع بالتموين والذخيرة اللي معاكم. خلاص يا ابن الكلب. هينسفوا الموقع. انت برضك بتصدق ولاد الهرمة دول؟ لو كانوا يقدروا ينسفوا ما كانوش كلفوا خطرهم وقالوا لنا. الفيلم بيرصد بواقعية احد اهم اسباب النكسة، ضياع التنسيق بين الوحدات العسكرية، عدم وجود خطة موحدة سواء للمواجهة او حتى للانسحاب. اضاف السيناريو كمان للاحداث البعد الدرامي الملموس بحكايات العساكر الشخصية والاجتماعية، ده بيزود من متعة المشاهدة بشكل كبير. فيلم اغنية على الممر وان كان ظهر في فترة ما قبل اكتوبر، ولكنه يعتبر من افضل الاعمال الحربية اللي قدمتها السينما المصرية بشكل عام. بيحتل المركز 66 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري في استفتاء النقاد على هامش مهرجان القاهرة السينمائي عام 96. وحتى لو أسقطوا قوات مش ممكن يقتحموا الموقع، الألغام محاوطة الممر. طول ما احنا هنا وطول ما المدفع سليم ومعاكم مرشد أبو المعاطي. طيب لما نشوف. وفي أكتوبر عام 73 استعانت الشؤون المعنوية في القوات المسلحة بالاشتراك مع المخابرات العسكرية ببعض صناع السينما من مخرجين ومصورين سينمائيين لتصوير مشاهد حقيقية من المعركة. بيقول المصور سعيد شيمي أنه كان وقتها تم إرساله مع المخرج داود عبد السيد يوم 13 أكتوبر في مهمة لمدينة الإسماعيلية لتصوير مشاهد حقيقية من بعض المعارك اللي كانت بتتم هناك، في الوقت اللي كان فيه الإعلامي حمد الكنيسي مراسل حربي لنقل كتير من مشاهد واخبار الحرب. هو اللي بالفعل نقل لنا المشاهد الهامه اللي بنشوفها في اي برنامج حواري لغايه النهارده. طبعا تم تسليم الماتيريالز دي كلها للمخابرات العسكريه، واللي تم استخدامها في انتاج عديد من الافلام الوثائقيه والروائيه عن المعركه ولغايه النهارده. كانت رغبة الرئيس الراحل أنور السادات في إنتاج أفلام تؤرخ للانتصار، فأعلن لصناع السينما أنه هيبقى فيه أولوية في منح تصريح العرض للأفلام اللي هتتكلم عن الحرب. ده شجع بعض المخرجين ان هم يغيروا من موضوعات بعض الافلام بتاعتهم علشان يلحقوا السباق. طبعا ده جاء على حساب ان هم يقدموا افلام قويه ومدروسه. كان اول الاعمال اللي ظهر وقتها فيلم الرصاصه لا تزال في جيبي للمخرج حسام الدين مصطفى، واللي كان اول عرض ليه يوم 6 اكتوبر عام 74.
الفيلم عن قصة للكاتب إحسان عبد القدوس بيحكي عن الأثر النفسي اللي سببته النكسة في نفوس الناس، ولكن من منظور رومانسي. أضاف له المخرج مشاهد الحرب في النهاية، ولكن القصة الأصلية طبعاً اتكتبت في زمن قبل الحرب. الفيلم استعان بمشاهد حقيقية من ضمن مشاهد تانية تم تصويرها بالأبطال. كمان استعان مخرج ببعض الخبرات الأجنبية في المونتاج وتصوير بعض المعارك. وبعدها بيوم واحد اتعرض فيلم الوفاء العظيم للمخرج حلمي رفلة، واللي برضه ظهرت مشاهد الحرب الفعلية فيه متداخلة مع المشاهد الدرامية. الفيلم بتدور أحداثه في إطار رومانسي عن العلاقة بين الوفاء للحبيبة والوفاء لزمالة السلاح. مؤخرا الفيلم ده بيتعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالذات بين أبناء الجيل الحالي اللي بينتقدوا سمير صبري وهو لابس ميري وشعره وهيئته مش هيئة عسكرية أبدا حتى وهو في التدريبات. اللي بيقول كده مش واخد باله من حتة إن المخرجين في الوقت ده كانوا بيهتموا بجمال الكادر عن ان هم يقدموا صورة واقعية حقيقية. يعني تخيل مثلا دلوقتي لما بيعرض هيئة البطل بحلقة ميري وافرول مبهدل من التدريبات، الصورة الواقعية اللي بيشوفها اي مجند هيبقى الكادر شكله ايه. المدرسة الاخراجية بتاعت مخرجين الوقت ده منهم المخرج حلمي رفلة مش بتقول كده، بدليل ان كل الانتقادات دي هتلاقيها في الزمن الحالي بعد ما تغير المفهوم ده في عديد من الافلام. وقتها من النقاد او من المشاهدين محدش قال كده. اننا حاربنا من اجل السلام، حاربنا من اجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. وبعدها باسبوع تقريبا اتعرض فيلم من اشهر افلام اكتوبر، فيلم بدور للمخرج نادر جلال واللي يعتبر من اوائل افلامه، بيحكي عن الصراع بين صابر غطاس المجاري وميمو النشال على حب بنت كان اسمها بدور. بعد فاصل من العداء بيتقابلوا الاتنين في المعركة واللي بتنجح في التوفيق ما بينهم. الفيلم ده بيحكي بعض التقاليد الفنية ان المخرج نادر جلال اضطر للتغيير في احداث القصة الاصلية اللي ما كانش فيها حرب ولا تجنيد، كانت مجرد مواجهة بين الشخصيتين دول، ولكن المخرج اضاف بعد كده الاحداث والمشاهد من الحرب علشان الفيلم يلحق العرض. الفيلم فيه اغلب التيمات اللي بيتم استخدامها في السخرية من الافلام الحربية في الزمن الحالي. الناس اللي قاعدة على القهوة بيسمعوا بيان العبور فبيقوموا يهيصوا ويسلموا على بعض، والمعلم صاحب القهوة اللي بيقول ان مشاريب الناس دي كلها على حسابه. وديع، احنا مش عبرنا يوم 10 رمضان يا وديع؟ تمام يا باشا. الساعة 2 الظهر. حصل يا باشا. يعني في عز الصيام يا وديع. امال الناس اللي عمالة تشرب وتشيش دول ايه يا وديع؟ انت عايز تطلعنا كفرة يا وديع؟ فاتتني دي يا باشا، حقك عليا. يا راجل ده احنا عبرنا بالله اكبر. ايه مالكم؟ والله يا فندم الواحد مكسوف يروح لاهله. كلام زد في المدرسه، اقول لهم ايه؟ اننا واقفين ساكتين. هنوصل بيوتنا على الخبر في الجرايد والراديو، ضرب معامل بترول زيتيه. ما احنا لسه مدمرين لهم ايلات، اكبر مدمره في اسطولهم، مع اننا بنبني من اول في جيشنا اللي خسرناه سنه 67. وبعدها بحوالي شهر اتعرض فيلم ابناء الصمت للمخرج محمد راضي، واللي يعتبر اول فيلم مدروس بشكل جاد عن المعركه. الفيلم عن قصة للكاتب مجيد طوبيا، بيحكي عن مجموعة من الجنود في حرب الاستنزاف بينفذوا بعض العمليات، وبيعرض الفيلم بعض قصص للجنود واللي بيتمثل فئات مختلفة من المجتمع المصري وقت الحرب. بيعرض الفيلم كمان قد ايه كانت الحياة في القاهرة وكتير من المدن بعيد تماما عن اللي بيحصل في الجبهة، كمان ازاي كان الاعلام بعيد عن تخطيط الاحداث الحقيقية ومنصرف نحو امور تانية. هنا بقى بيحس المشاهد بفرق كبير بين الفيلم ده والافلام اللي فاتت، طبعا فرق الدراسة والاعداد والاحداث الاصلية في السيناريو عن الاحداث اللي تم اضافتها. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. امال صابر فين؟ زمانه جاي ورايا. المرة دي قربنا منهم، كنا جنب اسلاكهم الشايكة. دشمن اللي قتلت امي زي الغول. يعني ما جرالهاش حاجة ابدا؟ عاصي على المدفعية، تمنيت لو كان بيدي ادمرها وانتقم للمعمل والسويس ولامي والبلدنا كلها. في السنة اللي بعدها بيتعرض فيلم حتى آخر العمر للمخرج أشرف فهمي، واللي عرضه الأول كان في ذكرى احتفالات أكتوبر عام 75.
الفيلم ده رغم ان هو بيدور في اطار رومانسي لكنه نجح في ان هو يقدم ميكس جيد بين الرومانسية والمعركة، كمان قدم مشاهد مطولة من العبور والمعارك الجوية اللي قام بيها بطل الفيلم كأحد أفراد سلاح الطيران. ورغم انه المشاهد دي كلها مشاهد تمثيلية، لكن المزج بينها وبين المشاهد الأصلية للمعركة خلاها تظهر بشكل واقعي لحد كبير. من قائد التشكيل إلى نسر 6، من قائد التشكيل إلى نسر 6، أسمعك بقوة 5/5. في 3 عربات مجنزرة للعدو ومتجهة إلى قوة الإبرار، انفصل وتعامل معهم. علم. أما بقى آخر أفلام المرحلة دي وهو أكتر فيلم اتظلم فيهم، فيلم العمر لحظة للمخرج محمد راضي، واللي كان عن قصة للكاتب يوسف السباعي بتحمل نفس الاسم، بتحكي عن صحفية قررت انها تتمرد على حياتها وتلتحق بالعمل التطوعي، بتزور بعض مناطق في الجبهة وتناقش مع العساكر والضباط بعض من مشاكلهم وهمومهم. اتعرض الفيلم ده في سبتمبر عام 78 في وقت كان فيه مقاطعة من الدول العربية لمصر بسبب زيارة الرئيس السادات للقدس عام 77. بسبب كده اتمنع عرض الفيلم في بعض عواصم الدول العربية، كمان تم تسريبه هناك على شرايط فيديو كاسيت. الموضوع ده منع إعادة عرضه من جديد بعد انتهاء فترة المقاطعة سنة 82، وده سبب خسارة كبيرة لمنتجة الفيلم الفنانة ماجدة. تكلفة إنتاج الفيلم ده تخطت حوالي 650,000 جنيه، ده مبلغ كبير وقتها، واللي لمته أول عن آخر ما يكملش 400,000. بنحس أكتر بحجم الخسارة لو عرفنا أن تكلفة إنتاج فيلم زي بدور مثلا كان حوالي 30,000 جنيه، حقق أرباح عدت 35,000 جنيه في 11 أسبوع عرض. لن أتمادى في وصف ما رأيت، ولكني أتساءل تساؤل أكتبه بدماء الأطفال الأبرياء التي سالت في بحر البقر. هل ستطفئ هذه الضربة الدنيئة كل البسمات ونظرات الأمل التي بعثتها معركة شدوان، أم ستشعل نيران الغضب في الصدور وأطلب الرد عليه من كل من يعيش على هذه الأرض؟ وفي الثمانينات تقريبا ما ظهرتش افلام جديدة عن المعركة بشكل مباشر، غالبا ده كان لظروف انتاجية بحتة. كمان اغلب الافلام اللي تم انتاجها في السبعينات كانت بتشجيع من القيادة السياسية، الامر اللي ما كانش موجود بشكل ما خلال الثمانينات. ولكن برضو ظهرت المعركة او بعض مشاهد منها على هامش عديد من الافلام، زي فيلم سواق الاوتوبيس مثلا للمخرج عاطف الطيب عام 82. ده لما حب يقول ان اخلاقيات الناس في مصر وقت الحرب كانت غير الزمن اللي كانوا فيه بداية الثمانينات. كمان في فيلم كتيبة إعدام واللي برضو أخرجه عاطف الطيب عام 88، بيحكي عن حسن عز الرجال واللي كان متهم بسرقة مرتبات العساكر أثناء حصار السويس عام 73، بيخرج من سجنه بعد 15 سنة علشان يلاقي الدنيا حواليه اتغيرت. كمان بيرصد ظهور طبقة رجال الأعمال بعد الانفتاح والشبهات اللي بتحوم حول مصادر أموالهم. الفيلم رغم ان هو كان بعيد عن احداث الحرب الفعليه، لكنه رصد احداث حصار السويس ومدى الدعم اللي قدمته رجال المقاومه الشعبيه لضباط وعساكر الجيش المصري وقتها. انت اللي عملت صوت الكروان ده يا ولا؟ ايوه يا عم سيد. استهبلش عليا يا ابن الغجريه، مين قالك على اشاره الالادي؟ انصح. عرفت منين اشاره الالادي؟ انا حسن افندي بتاع البنك، هو اللي قال لي. وخلال فترة التسعينات تولى قطاع الإنتاج في التلفزيون المصري مهمة إنتاج أفلام عن الحرب في ظل عزوف بعض المنتجين عن الموضوع ده. قدم التلفزيون المصري فيلم حكايات الغريب للمخرجة إنعام محمد علي عام 82، واللي قدم فيه إطار درامي جميل حكاية شاب انهزامي يائس من حياته، حبيبته بتضيع منه فبيقرر ان هو يغير من شخصيته من خلال انضمامه لرجال المقاومة الشعبية في السويس. الفيلم عن قصة قصيرة للأديب جمال الغطاني واللي كان مراسل حربي لأخبار اليوم في زمن المعركة، يقال ان هو استوحى أحداثها من قصص حقيقية قابلها في مدينة السويس. الفيلم يعتبر ملحمة درامية جميلة بترصد الدور العظيم اللي لعبته المقاومة الشعبية أثناء حصار السويس عام 73. ايه الصور دي كلها يا حاج؟ ولادي، كل دول ولادي من السويس ومن مصر من اسكندرية من الصعيد من الفلاحين، فيهم اللي استشهد وفيهم اللي عاش ورجع بلده. وبعدها بسنتين وفي ذكرى انتصار اكتوبر، قدم التلفزيون المصري فيلم الطريق الى ايلات لنفس المخرجة انعام محمد علي، واللي كان بيحكي عن بطولات البحرية المصرية وبعض العمليات اللي نفذتها خلال حرب الاستنزاف. اعاد السيناريو صياغة بعض الاحداث
بشكل درامي الأحداث الحقيقية العمليات تمت بشكل غير كده خالص، ولكن كمان ركز على نقطة الإعداد والتدريب وتطرق لبعض قصص العساكر الشخصية والتعاون اللي تم مع رجال المقاومة الفلسطينية والدعم المقدم من الدول العربية زي العراق والأردن. عرض كمان بشكل جيد الاستعدادات داخل قطاعات القوات المسلحة المختلفة والتنسيق مع مؤسسات الدولة، وقدم الأحداث في جو من التشويق والإثارة بيخليها ملحمة درامية جميلة. نال الفيلم استحسان كتير من المشاهدين ويعتبر من أجمل الأفلام اللي أنتجها التلفزيون المصري بشكل عام واللي بيتم عرضها كل سنة في ذكرى أكتوبر. مريم برضو في المنظمة؟ أيوة زميلة كفاح في الحركة. أنا ومريم مهمنا واحدة. أنت وهي من منطقة واحدة؟ لكن هي عايشة بالضفة وأنا عايشة بغزة. ده الكارت السري لفتح البوابات؟ بوابات الحدود العربية. بحكي مصري منيح وليه صحاب كتير مصريين. واليوم يا سيدي زادوا واحد وانا كمان زادش. وفي عام 97 انتج التلفزيون المصري ثالث افلامه الحربية بعنوان حائط البطولات للمخرج محمد راضي، واللي يعتبر من اكتر المخرجين اللي اتكلموا عن الحرب. ده تالت فيلم ليه معانا النهارده، بلغت تكلفه الانتاج 11 مليون جنيه. كمان ولضغط تكاليف الانتاج تم الغاء كتير من المشاهد الخارجيه، كان مفترض ان هو هيتعرض سينمائيا قبل عرضه التلفزيوني بحيث ان هو يلم جزء من تكاليف انتاجه، ولكن لسبب ما تم منع عرضه لاسباب اختلفوا في تفسيرها كتير من التقارير. البعض بيقول ان الفيلم بينسب النصر في حرب اكتوبر لحائط الصواريخ او سلاح الدفاع الجوي، ومداش سلاح الطيران حقه ولا اتكلم عن دوره اللي كان وقتها بيتكلم عنه ناس كتير، وده يعتبر سبب كافي لمنع عرضه على الاقل وقتها. تقارير تانية بتقول ان السبب الحقيقي للمنع رغم الامكانيات الكبيرة الممنوحة للفيلم، لكن مستواه كفيلم حربي ما كانش قد كده كمان على المستوى الدرامي. يمكن ده حس بيه المشاهد بعد 18 سنة من انتاجه لما اتعرض على هامش مهرجان القاهرة السينمائي عام 2014. اتعرض كمان في التلفزيون المصري لأول مرة عام 2016، ولكن ما كانش الاهتمام بيه قد كده. لو كانت منع فعلا زي ما بيقول وقتها فزمن المنع خلاص. لو هو فيلم على مستوى كان اتعرض في ذكرى الانتصار مع الأفلام اللي بتعرض كل سنة. برافو برافو جنرال ديان، سوف أطير سرا إلى واشنطن. أي نوع من نساء القوم محكم في كل ما قلت؟ جنرال إسحاق رابين سيقوم بكل ترتيبات. أحمد توحشني أول. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الألفينات ظهرت بعض الأفلام اللي بتسجل بطولات لبعض وحدات الجيش زي فيلم يوم الكرامة للمخرج علي عبد الخالق إنتاج عام 2004، واللي بيعرض بالتفصيل عملية إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 67. الفيلم بيتناول بعض الجوانب الإنسانية في حياة العساكر، ولكنه برضه رغم الإمكانيات الكبيرة اللي تم توفيرها ألا إنه ما كانش على المستوى الدرامي اللائق به، بدليل برضه إنه هو مش بيتعرض كل سنة في ذكرى العبور. وانتوا وصلتوا هنا من نص ساعه بس؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. هو انت كنت فين يا فندم؟ كنا في مرور تعبوي والبحر كان ايه مشخشخ على الاخر. تمام يا ابطال. اخباركم ايه؟ احنا اخبارنا زي الفل الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بورسعيد كلها نورت يا ابطال. الله يعني ما فطرتوش بقى؟ ده احنا على لحم بطننا يا كوماندار. طب يلا بينا نفطر وليلى قاعده وكلام كتير قوي. يلا. طب يلا. كمان من الافلام اللي تم انتاجها حديثا عن الحرب فيلم اسد سيناء للمخرج حسن السيد انتاج عام 2016، واللي بيحكي عن البطل سيد زكريا خليل اللي كان بيخدم في سلاح المظلات ونجح لوحده في ايقاف تقدم كتيبة اسرائيلية كاملة بعد استشهاد باقي افراد كتيبته. الفيلم ما خدش نصيبه من الدعاية الكافية وقتها، فكانت ايراداته هزيلة في شباك التذاكر رغم ارتفاع تكلفة انتاجه. كمان مش بيتعرض في الفضائيات مع ذكرى العبور. العملية دي متقلش عنها عن عملية العبور. انا فرحانة قوي. انتج مش انت اللي تهرب وتسيب ارضك. وتكتلوا بيها جوز حلاوة وانت مالك. عبد الناصر واقف لهم زي الاسد. انا معرفش يا اخي بصراحة ليه اتطوعت في الدش ده. ويعتبر اخر الافلام الحربية اللي تم انتاجها حتى وقت تسجيل الحلقة دي هو فيلم الممر للمخرج شريف عرفة.
الفيلم انتاج عام 2019 وبيحكي عن عمليات قوات الصاعقة خلال حرب الاستنزاف. الفيلم تم رصد ميزانية كبيرة لانتاجه، ده غير الدعم الكبير المقدم من الشؤون المعنوية. ضم الكاست بتاعه نجوم كبار، ظهر النجم اياد نصار في دور مميز، كان تنفيذ المعارك القتالية بشكل احترافي، تم الاستعانة فيه بفريق عمل اجنبي لتنفيذ المشاهد القتالية، كمان تم تدريب ابطال الفيلم في مدرسة الصاعقة في انشاص علشان يظهروا في المعارك الحربية بشكل لائق. ايرادات الفيلم ده قربت من 75 مليون جنيه، ده يعتبر اعلى رقم جابه فيلم حربي في تاريخ السينما المصرية. بص على شمس كل يوم جديد، يبقى متأكد ان النهار اللي جاي جاي ومع النصر. ورغم انه التطبيع مع اسرائيل كان احد بنود اتفاقية السلام اللي وقعها الرئيس السادات عام 79، ولكنه شعبيا تم رفض الموضوع ده بشكل تام، بحيث اصبح الموقف الشعبي حاجة والموقف الرسمي للدولة او على المستوى الدبلوماسي حاجة تانية خالص. من سنة 77 اعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر رفضها التام لإبرام أي اتفاق من أي نوع مع العدو الإسرائيلي، ولغاية النهاردة ما زالت محافظة على الموقف ده من خلال شعار لا للتطبيع مع إسرائيل، واللي ظهر في عديد من الأفلام أهمها فيلم فتاة من إسرائيل عام 99 للمخرج إيهاب راضي، واللي كان عن قصة للكاتب محمد المنسي أنديل بيحكي عن أسرة مصرية رايحة تقضي أجازة في طابة بصحبة بعض الشباب. هناك اتعرفوا بشخص تحفظوا في التعامل معاه بعد ما تحققوا من كونه إسرائيلي. الفيلم عرض بشكل صريح العداء بين الإسرائيليين والشعوب العربية بشكل عام، وقدم كمان المبرر ليها هي إنه في دم بين الاثنين، وإنه أي اتفاق من أي نوع سواء سياسي أو ثقافي أو على سبيل التجارة يعتبر خيانة للدم وللناس اللي ماتوا. استخدم المخرج كتير من المشاهد التعبيرية لتأكيد المعنى ده بشكل يمكن أضر بالفيلم دراميا. بعض المشاهد بيشوفها المتفرج العادي إنها أوفر شوية، مش بيستوعب قوي التعبيرية اللي فيها، إلى جانب إنه الفيلم يعتبر من ضمن الدعاية اللي بتستخدمها حكومة إسرائيل علشان تقول المجتمع الدولي شايفين العرب بيقولوا علينا إيه وشايفيننا إزاي. الفيلم اتعرض في موسم عيد الأضحى عام 99 في حوالي 25 دار عرض، اتصور خلال سنة ونص تقريبا، وحاليا هو من الأفلام قليلة العرض على الفضائيات. حاول تفهم. أفهم إيه؟ سينا وخدوها، طابة وخدوها، عايزين ياخدوا مراتنا كمان؟ قضية أكبر من كده بكتير، وإذا كان التمن سينا وطابة وبناتنا فده تمام رخيص علشان نوصل اللي احنا عاوزينه. حرب اكتوبر؟ انت عايزنا ننتج فيلم حربي يا وديع؟ يعني طيارات ومدفعية وقنابل مساءة للدموع؟ ده انت عايز تخرب بيتي بقى. دبابات ايه وقنابل مساءة للدموع؟ يلا لا يسيق. النهاردة وبعد 50 سنة من انتصار اكتوبر ما زالت عديد من الاتهامات موجهة للسينما المصرية بالتقصير تجاه المعركة والانتصار. زي ما شفنا المشاكل الانتاجية تعتبر اكبر عائق بيقابل اي منتج. الافلام الحربية ميزانيتها تقريبا بتبقى مفتوحة، كمان نجاحها مش بيبقى مضمون. وطبعا مش قصدنا على النجاح الفني، ممكن قوي الفيلم يبقى جميل ويعجب الناس، ولكن تجاريا ايراداته ما تجيبش اللي اتصرف عليه او حتى نصه. ده بالنسبة لاي منتج يعتبر مصيبة ملهاش حل. اتكلمنا من شوية عن امثلة عديدة تم توفير لها جميع الامكانيات، ما كانش المنتج النهائي ناجح لا فنيا ولا تجاريا، ولكن اولا واخيرا المنتجين المصريين هم اللي مطالبين بانتاج مزيد من الاعمال الحربيه، لانه لو هم ما عملوش كده محدش هيعمل غيرهم. مين هينتج افلام عن حرب اكتوبر غير مصر والمنتجين المصريين؟ ولكن طبعا بمزيد من الدراسه والاهتمام، لان المطلوب حاليا هو تقديم اعمال قيمه، ما عادش ينفع نتقدم اي عمل وخلاص. كمان لازم العمل يجيب ايرادات علشان تشجع اي منتج ان هو يتخطى عقبه الخوف من الافلام الحربيه. كتير من الاراء بتقول ان الجيش او القوات المسلحه نفسها هي اللي تنتج الافلام في الوقت الحالي، ولكن كده ولا كده هي مش جهه انتاج، احنا عايزين كل واحد يعمل شغله اللي هو مختص بيه. القوات المسلحه ممكن او انها توفر الدعم في الماتيريالز او المعلومات، او ممكن كمان توفر المعدات والاكسسوارات والمجاميع، وبكده هتشيل جزء كبير من تكاليف الانتاج، ولكن اكتر من كده هيبقى صعب. دي شغلانة شركات الانتاج السينمائي وصناع الافلام من مؤلفين ومخرجين ومنتجين، ومش شغلة حد تاني. قولولنا في تعليقاتكم ايه من الافلام اللي عرضناها النهاردة بتحبوا تشوفوها كل سنة في ذكرى العبور؟ مين من مخرجين الجيل الحالي قادر على تقديم افلام عن الحرب؟
قولوا لنا على ارائكم في الكومنتات تحت الفيديو او في حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تابعونا على تويتر وفيسبوك وانستجرام. ولو عايزين تقروا اكتر عن مواضيع تانية في تاريخ السينما المصرية هتلاقوا في مدونة غاوي سينما، اللينك هتلاقوه فوق في الدائرة البيضاء او تحت في الديسكريبشن او في شاشة النهاية. شكرا لكل مشاهدينا اللي بيدعمونا بالاشتراك في القناة او عن طريق خاصيه سوبر ثانكس، دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم واستنوا الجديد منا دايما على قناة غاوي سينما.